أبشر يا الفقير، الحملة الأكبر اللي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشمول أكبر عدد ممكن من عوائلنا الكريمة المتعففة والفقيرة في المناطق الأشد فقراً، سواء في العاصمة بغداد أو المحافظات. الحملة انطلقت من منطقة الحسينية، واليوم احنا متواجدين بمنطقة النهروان بشمول العوائل المتعففة والفقيرة. تفاصيل هذه الحملة وحيثياتها راح نتابعها بحلقة هذا الأسبوع من برنامج في الظل. نوصلكم لبيوتكم، نخدمكم في أبواب بيوتكم، وهي الحملة التي تنطلق انسجاماً مع المنهاج الحكومي والمنهاج الوزاري. يوم أمس اليوم الأول تم بحث 14347 حالة في 20 قضاء من الأقضية التي بدأت الحملة بها، وهي الأقضية الأشد فقراً. اليوم احنا متواجدين في قضاء النهروان، أحد أقضية الرصافة جنوب بغداد، قضاء المدائن، وهو جزء من الحملة التي ستستمر بإذن الله تعالى لأسابيع لبحث كل الأعداد. سؤال الأخ صحفي عن الأعداد، العدد الحقيقة 1,734,000 المتقدمين على النافذة الإلكترونية، وكذلك مئات الآلاف من المتقدمين على الشمول الورقي. وجهنا جميع الباحثين، وإذا تلاحظون الآن المواطنين يتوافدون علينا الحالات التي لم تتقدم لا على النافذة الإلكترونية ولا من خلال الشمول الورقي، وجهنا الباحثين والأقسام والشعب في جميع الأقضية ومحافظات العراق أي حالة تواجههم وصادفهم ويبحثوها بشكل مباشر ويوثقوها فيديويا أو فوتوغرافيا، وسوف نعطي الموافقة على شمولها بإجراءات البحث والشمول. واقع أهل النهروان شلون توصف لنا إياه؟ شنو وضعهم المعيشة؟ وضع مزري. اول شيء خدمات تعبانه، زين. ثانيا المعيشه كلها كسبه قوت يومي، زين، وكلها تقريبا على الحمايه الاجتماعيه، زين. سابقا اجتكم حملات للشمول بالرعايه الاجتماعيه بالمنطقه؟ اكو حملات بس مو كلها، يعني هسه انا رجال 50 60 يات، زين، ايش قد قدمت ما شملت بالرعايه. النهروان جدا متدني سبب، خلينا نقول حكومات المتعاقبه استبشرنا خير السيد محمد الشيع السوداني والجهد الخدمي اللي انطلق. صراحه كأهل النهروان شافت انه الجهد الخدمي اثمر مثلا في الشعله، في حي البساتين، في شاكر العاني، جاي تلاحظ انه اكو تقدم ملموس يعني، لكن بالنهروان صفر الجهد الخدمي. المحافظه هي المسؤوله. اليوم محافظه بغداد والسيد المحافظ جاي يرسل نسب الى رئاسة الوزراء يقول 60% انجزنا من النهروان. انا ادعو رئاسة الوزراء واللجان انه تحضر بنفسها وتشوف النسب الحقيقيه. اليوم احنا في زياره السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعيه وجاي يشوف هذا الواقع امامك. والله متعب، خدمات تعبانه شويه، تعبانه خدمات، والناس تعبانه، اغلبيتها تعبانه، يعني تقريبا 80% تعبانه، الى مجاري الوضع تعبان يعني بالنهروان شوي، ناس تعبانه، عيشه تعبانه. اهل النهروان ومعاناه اهل النهروان شلون توصف لنا اياها؟ والله معاناه اهل النهروان كثيره حقيقه، يعني معاناه النهروان لا مجاري لا خدمات لا غيره، عطاله يعني هواي، ولكن اليوم هو الامر الواقع، احنا خاضع الامر الواقع وساكتين، نقول الله اكبر، اتمنى يكون حل من هاي الحكومه الجديده بلكي. اي فاليوم انطلقت هذه المبادرة من قبل العمل والشؤون الاجتماعي لشمول العوائل المشمولة براتب الرعاية، وهذه مبادرة جيدة. من خلال المبادرة الحملة الكبرى التي أطلقتها وزارة العمل وبرعاية السيد الوزير الأستاذ أحمد الأسدي، اليوم حملة كبرى تجرى للمواطنين أهلنا من ضعاف الحال والأبدان الذين عانوا الفقر والفاقة والعوز. اليوم حملة كبرى، كانت عندنا حملة كبرى في منطقة الحسينية، واليوم الحملة الثانية هي منطقة النهروان شمول العوائل الفقرة اللي مقدمين عن طريق الإنترنت. راح نقوم بحملة بشمول من خلال استمارة المسح الميداني اللي معدة بين وزارة العمل ووزارة التخطيط، يقوم بيانات المواطن ومن ثم ترسل إلى وزارة التخطيط لغرض شمولهم بالإعانة الاجتماعية. حملة البحث الاجتماعي الكبرى التي انطلقت بدعم كبير من السيد رئيس الوزراء وبجهود وحضور السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الاستهداف يكون وهو خط الفقر، ومرحلة الوزارة الحالية هي استهداف الأقضية والنواحي والقرى النائية والقصبات الأشد فقرا. إضافة لذلك ترافق عملية البحث الاجتماعي دراسة معمقة
اذا ما واجهت المشكله ما واجهت الاسره مشكله في ناحيه التعليم والصحه التربيه والمشاكل الاخرى وفق استمارة الاحساس اكو هناك استماره الخدمات هذه ولاول مره ترفق مع استمارة الاحساس ثم تدخل في قاعده بيانات هيئه الحمايه الاجتماعيه ليتم ارسالها الى وزاره التخطيط. هنا وزاره التخطيط لها دور رئيسي هي اللي تحدد معيار الشمول من عدمه. الحقيقه احنا اليوم نستهدف 1,800,000 اسره. الحمله انطلقت في نفس الوقت في بغداد والمحافظات. اضافه الى ذلك هناك سعي جاد من الحكومه لان هذه الفقره ثبتت ضمن منهاج الحكومه هي السعي في المحافظات. المحافظات استاذ نجم كل المحافظات؟ كل المحافظات 15 محافظه عندها محافظات قليل كردستان. الكل الان تجري عمليه البحث الاجتماعي للاسر التي تقدمت في وقت لاحق عبر النافذه الالكترونيه. تقدم بحدود في وقت سابق 1,700,000 اسره. وبعد مقاطعه بيانات الاسره تم استبعاد بحدود اكثر من 927,000 اسره من غير المستحقين. طبعا فعلا هي المنطقه فعلا جدا تعبانه، فعلا مستحقين للراتب الرعايه الاجتماعيه. احنا اليوم طلعنا حمله كبرى من أجل الفقير، وحملتنا هي اللي تبشر أيها الفقير حتى نشوف الناس ونساعد الناس ونشوف احتياجات الناس ونقدر قدر المستطاع لتمكين شلون نحقق المستفيد يعني اللي يحتاجه. وإن شاء الله ما نقصر، إن شاء الله لا إحنا ولا الوزير ولا الباحثين، كلنا ما نقصر ويا المستفيد وإن شاء الله. سابقاً كانت لكم هيجي حملات بهذا العدد من الباحثين بمناطق محددة؟ نعم، كانت إنه هيجي أعداد ونطلع ونطلع على الفقير ونشوف المستفيد وأحواله ويعني ونكتب له وعادي يعني نسمح له ونقدر يعني نقدر له ونسوي له الراتب الرعايه الاجتماعيه. الحمد لله والشكر، ان شاء الله خير، ان شاء الله سنتهم سنه خير هو والسودان ان شاء الله، نعمه مطر ورحمه. عملتك الوزير؟ استقبلها وقال بهاي عيني وهاي عيني ونعم الله علي. قلت له الزهره ام الحسين حطوني بعربانه وانتخبتك، خذوني بعربانه وانتخبت والله العظيم. شلون واقع المنطقه؟ منطقه النهروان شنو؟ لا نعمة نعمة، خير من الله، خير من الله، ساترنا وخير من الله. أيوة أي والله، هاي الشباب فنك لا شغل لا عمل وعتم عوايل خطية ومحتاجين الرعاية ومرضى كثر شيء مرضى والله العظيم. بالنسبة لي أنا وحق الزهرة أم الحسين وكل الواحد تشهد لي 300-400 من روح الدكتور وكل دينا جبنها عود بيك تطلع رويتهم بلك النوم للواد. مش تقول لي؟ تقول لي راح يطلون كيان كلهن ألواه كلهن أخذ روحي للطبيب وبركة الله وأهل البيت. هذه الشريحة الواسعة وهم في نفس الوقت الشريحة التي دافعت وتدافع عن العراق في الحشد، في القوات المسلحة، في كل الميادين، سواء كانت الميادين العسكرية أو الأمنية أو الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية. وفاء لهم وحرصا على التزام الحكومة بما أعلنه السيد رئيس الوزراء في المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، نحن عازمون بإذن الله تعالى على أن تكون هذه الحملة هي الوصول إلى المستفيدين إلى بيوتهم، وهي رسالة إلى كل أهلنا، إلى كل من يسمعنا، كل حالة من حالات الحاجة، ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الإعاقة، عندنا أكثر من 14 فئة. كل هذه الفئات من لم يصل له الخبر، هذه الفئات التي أعلنت وسنعلنها بشكل يومي أيضا، هي نحن جاهزون لشمولهم ضمن هذه الحملة الأكبر في العراق وفي المنطقة. كل الأسر سوف تخضع لزيارة البحث الاجتماعي ولكنها بصورة تدريجية. هناك مراعات لفئات معينه لكبار السن، الارامل، المطلقات، العاجزين. موضوع النافذه الالكترونيه، بعض العوائل التقينا بهم ما قادر يوصل للنافذه الالكترونيه او الاليه ما عارفها، فهنا ممكن عن طريق الباحث يسجل ويدرج ضمن الرعايه. احنا توجيهات السيد الوزير، الان احنا في منطقه النهروان، منطقه عشوائيه، ناس مسجله راح يتم زيارتهم. اكو حاله من الحالات وما قدر يستطيع الوصول الى النافذه الالكترونيه، ممكن زيارته واستكمال اجراءاته، والسيد الوزير هو راح يكون حاضرا لليوم الثاني في هذه الحمله. ووجه معالي لم صادف اي حاله من الحالات ولم يسجل عبر النافذه الالكترونيه وهو مستحق يخضع لعمليه البحث الاجتماعي. اضافه الى ذلك احنا عندنا هيئه ذوي الاعاقه، احنا لدينا اليوم استنفار كامل لجهود ملاكات الوزاره من السادة المسؤولين، المدراء العامين، السادة الوكلاء، مدراء الأقسام، موظفين، باحثين اجتماعيين، كل حسب اختصاصه. احنا اليوم يرافقنا أيضا هيئة ذوي الإعاقة، أكيد الأسرة،
لديها معاق ايضا يشمل بامتيازات هذه الاعاقه والاحتياجات الخاصه. انت هنا ساكنه؟ اي ساكنه. ان شاء الله هسه ناخذ الموافقه من الوزير ونجيكم للبيت. رقم كتبت رقم التليفون؟ استريحي للبيت، ان شاء الله هسه احنا ناخذ الموافقه ونجيكم للبيت. حياك الله حجه، لا بخدمتكم احنا. الله يسلمك، احنا هنا جايين خدمتكم يمه وخدمتكم كلها. الله يسلمك، حاضر لكم. سعيد كل العوائل ان شاء الله راح توصلوها بهالطريقه. ان شاء الله اليوم احنا الوزير جانا البارحه كان انطلاقنا ببوب الشام. واليوم ان شاء الله هنا بهاي المنطقه راح نبحث جميع العوائل اللي مقدمه واللي ما مقدمه. اللي مقدمه راح نسحب من عندهم الاستماره وندرس الاستماره البي ام تي، واللي ما مقدم احنا ان شاء الله راح نرصد الحاله وهم ناخذ من عنده يظل موافقه معالي الوزير ان شاء الله يهمشنا عليهم وراح ينطلقون جميع الحمله. تشمل فقط الشمول الجديد يعني مثل حاله الحجيه عندها توقف براتبها، هذه ايضا راح تبحثون حالتها احنا نشوف هنا اذا عندها توقف راح ناخذ المعلومات اللي عندها ونراجع الدائرة نشوف شنو سبب التوقف مالتها، يعني استرداد يجوز عليها استرداد مالي او سبب بالتأخير البطاقة، شوف نبحث عليه. يعني يحكي استاذ وين يجوز مثلا عنوان مغاير فيصير توقيف راتب، ما تبلغ به مثلا الباحث، لو تبلغ به احد حتى يعرفون الباحث يطلع، ان تدري كل فترة وفترة يطلع باحث يصعد المعلومات تحدث معلوماتها، فهذا السبب يمكن انه سبب انقطاعها. هو احنا تراجع للدائره، احنا هم راح ناخذ من عنده اسمه ومعلوماته وراح نشيك عندنا بالدائره ونعرف شنو سبب قطع الراتب وان شاء الله ما نقصر. الحمله ما راح تشمل فقط المسجلين ضمن النافذه الالكترونيه، ممكن ما مسجل ايضا يشمل. اي نعم نعم نعم، الحمله هنا انطلقت احنا هنا المناطق اللي احنا نقول يعني تحت مستوى خط الفقر، اي واحد تحت مستوى خط الفقر احنا راح نوصل البيت، احنا نطلب من العوائل جميعا يقعدون بالبيت، الباحثين الاجتماعيين موجودين كلنا، راح تنطلق الحمله اليوم ان شاء الله، البارحه انطلقت ببوب الشام واليوم هنا راح تنطلق وان شاء الله قدم مناطق اخرى، الحمله مستمره، نوصل كل بيت فقير. الباحثين موجودين راح ناخذ استماره البي ام تي نترسهم وان شاء الله كل استحقاقاتهم ياخذونها. بديتوا من المناطق الاكثر فقرا الحسينيه واليوم النهروان. شلون شفتوا واقعهم وبيوتهم لما دخلتوها شلون شفتوا وضعهم؟ والله يرثى لها، حاله يعني فقره جدا وعوائل ما قدرت توصل يعني تروح تقدم على الاستماره النافذه الالكترونيه، فمعالي الوزير يعني بالتخطيط شافوا انه المستوى المعيشي جدا يعني ضعيف وحالتهم يرثى لها، فانطلقنا احنا المناطق اللي تحت فقرا، البارحه ابو بالشام كلها ترينا عليها وما ظلت عائله ما اخذناها وصلنا لهم وحصلنا معلوماتهم وان شاء الله اليوم احنا هنا بالنهروان. شنو رد فعلهم العوائل لما تدخلونهم للبيت وتسوي كل الكشوفات يم بيته وتسجل اسمه ومعلوماته؟ طبعا بالنسبه لي هذول العوائل يعني فرحه وشلون مثل ما يقول اطمئن لانه اخذنا رقم تليفونه وبشرناه انه راح يصير لك راتب رعايه مثل ما يعني خلصناه من شيء فقره يعني انه هو صار ما عنده لا عنده راتب عنده دخل ما عنده شغل لا عنده عانه ظال يعني مثل ما يقول لحاله لا يرثى له منتهي. اي فهاي الشغله من اخذنا تليفوناتهم صار عندهم اطمئنانيه بالموضوع عرفوا انه يابا طيناهم الاضافه وصل انه يثبت انه احنا زرناهم باحث وهذا الزياره لهم الباحث يثبت انه يابا لكم بعد راتب رعايه ان شاء الله وان شاء الله احنا جايين بهاي الحمله ومستمره هاي الحمله بنطلب طبعا من خلال قناتكم نوصل ونقول يحضرون مستمسكاتهم حتى تكون تسهلون علينا عمليه نسهل عمليه البحث علينا وبالاضافه انه احنا بنسهل لهم نرفع صوتهم وتكون ان شاء الله احنا ما نقصر راح يشملون ان شاء الله خلال ايش قد ممكن يستلمون رواتب. والله هاي تبقى تخصيص مالي، تعرف هسه احنا بي ام تي عندنا استماره بي ام تي، احنا راح ناخذ معلوماتهم راح ندخلها بالبي ام تي بعدين ندخلها بالبيانات وان شاء الله بما تكمل تعرف لان المتقدمين حاليا على النافذه الالكترونيه فوق 1,800,000 اكثر العدد فكلش عالي، وهسه معالي الوزير طلقنا بهاي الحملات نقول مستوى خط الفقر فان شاء الله نبشرهم عن تخصيص مالي يعني معالي الوزير ياخذ بها موافقه وعلى الموازنه وان شاء الله يطلقون. هسه على هذا اسم الوزير احمد الاسدي يحفظه الله يعني الهيش يطلع حمله ويجي الهيش مناطق ويتابع بنفسه والله العظيم انا هسه شيء. وانا هنا سؤالي سابقا جايتكم هيك حملات بهيك اعداد باحثين؟ لا لا ماكو هيك حمله. الحمله هسه اللي اجينا احنا وهسه شفناها تفاجئنا بها. يشهد الله هذا الوزير احمد الاسدي اخليه على راس. حتى لو ما احصل انا ما منشمل بالرعايه بس يجي ويشوف العالم هاي والله العظيم تنكتب له ان شاء الله وميزان حسناته. لا الرجال يطلع هيش حمله. انت من اهل المنطقه ايش قد من اهل النهروان تشوفهم يستحقون الرعايه الاجتماعيه؟ اذا ترجع علي تقريبا ثلاث ارباع يستحق. ثلاث ارباع؟ اي لان اهل النهروان انا معايشهم
قوت يومي عمو، هو القوت يومي اذا حصل له 5000، اذا عنده مدارس اهليه هسه حكوميه ماكو صفر. زين انا هسه عن نفسي انا عندي 2 ولد ابني بالمدرسه 200. زين ال 200 للمصرف للبيت لهاي الشغلات للمريض. زين هاي هسه اذا انشملت يشهد الله هاي اخصصها بس للمدارس للاطفال اخصصهم. لا احنا عشنا بظلم، ما اريد جيلنا يعيش بظلم. والله يعني يغير نسبه قليله مثل ما نقول، واحنا ما منتكلين عليه يعني، بس عايفينه راس حاجه، عرفت شلون؟ لان احنا مظلوم. الا اكو حاجه إلا. تقدر تشتري لك شيء، تقدر تستفاد من عنده شيء راس شهر تقدر تسدد به، بس عندنا احنا الاهم. انا بالنسبه لي الحمد لله والشكر عندي راتب اداوم بالكهرباء، بس الاهم عندنا اللي ما متوفر اللي احنا متاذين به، وجهاننا جاي تتمرض ومسدد يعني لا الرعايه تسدد لها، تقدر تطيب مريضك بسبب هاي الانقاض، بسبب هاي الامراض. يعني هسه انت مو بس بهذا الشارع تدخل تفر المنطقه كلها، حتى بالبيبان مذبوبه زباله. الاهم هي شنو؟ الاهم هي المدارس. المدارس تفرها المدرسه مدرسه، تلقى باب المدرسه موجود زبل، تمام؟ باب المدرسه الطالب يعني يجي يطب بنصن ويعبر. احنا هاي الاهم عندنا، الاهم هو هذا الاهم شيء. وجزاك الله الف خير. وفي الدولة التوجه الحالي للحكومه الحاليه هو لخدمه المواطن، ان شاء الله النهروان حالها من حال باقي المحافظات والمناطق اكيد. والله استاذ احنا ما نريد شيء، احنا نريد فقط هاي ما نشوفها. اغلب سكان النهروان هم ناس من العوائل المتعففه، اليوم هذه الحمله ان شاء الله راح تشمل اكثر عدد، واحنا نشكر الوزير نشكر الوزاره على مجيئهم لهذا، وايضا ندعوهم لفتح قنوات تواصل مباشره بهال المدينه، انه تكون مثل اكو خلينا نقول الوزاره مركز هنا يتابع الباحثين. يعني اكو هواي من العوائل فقراء، لكن من اريد اجي بهم يعني خلينا نقول عندهم حياء انه ما يطلعون بالتصوير، عندهم حياء انه ما يعبرون عن معاناتهم. يعني احنا الحقيقه هنالك نوعين من التوسع في الشمول، هو التوسع الافقي والتوسع العمودي. بسبب كثره الطلبات اكثر من 2 مليون طلب قدم لنا، وبدانا بهذه الحمله نحن متوجهون الى توسيع الشمول افقيا، اي شمول اكبر عدد من الاسر، والتي نعمل ونتوقع ان في تخصيصاتنا في هذه الموازنه سنتمكن من شمول ما لا يقل عن 500,000 اسره، بالإضافة إلى ما لدينا الآن 1,834,000 أسرة. شكرا جزيلا. شنو سؤالك شان؟ المشمولين الجدد هل ينتظرون الموازنة، إقرار الموازنة؟ بالتأكيد المشمولين الجدد، يعني إحنا نحتاج بضعة أسابيع أو بضعة أشهر لإكمالها، ونحتاج إقرار الموازنة حتى نتمكن من صرف هذه المستحقات. صح أكو زيادة بنسبة 25%؟ لا أنا ذكرت قلت أكو نوعين من التوسع، التوسع العمودي وهو زيادة الراتب، والتوسع الأفقي هو زيادة الأسر المشمولة. بسبب الكثافة العددية أكثر من 2 مليون أسرة، فنحن مضطرون إلى تركيز توسعنا في هذه المرحلة على التوسع الأفقي. احنا المقدمين على الانترنت اللي فتحت عن طريق النافذة الإلكترونية وزارة العمل، ومن ثم اكو حالات إنسانية لا تستطيع مثلا الوصول الى طريق الانترنت، ضعاف الحال من الأبدان، المستوى الثقافي عندهم ضعيف، ما يعني ما عنده ذاك الإلمام بأن يقدم على الانترنت، وما عنده ذيك الإمكانية يقدم. حالات إنسانية استثنائية صلاحية السيد الوزير بإمكانه أن يشملهم عن طريق الشمول الخاص للعوائل الفقيرة، ومن ثم تجرى عليهم البحث الاجتماعي ان شاء الله. كان يصير اعتراض حتى على الباحثين، شنو اللي كان يصير وياكم بالتقديم؟ اللي كان يصير ويانا من شغلة الواسطات، يعني انا هذا عرفه امشي، هذا ما عرفه ما امشي، هذا اللي كان يصير. اي هسه لا، اليوم شوي نحس اكو تحسن بهاي المرحلة الجديدة. سابقا نازل هيك عدد من الباحثين تقريبا؟ لا ماكو 600 الى 700 باحث بمنطقه واحده. لا ماكو، كان يجي باحث او 2 جمط عم جواز على الشارع وين اول ما جيت. عرفت شو؟ ظل العالم تركض وراهم، كل من وحظه اللي حصلهم يحصلون، ما حصلهم بعد يروح هذا راح. بس ما يجيك للبيت ويدق الباب؟ لا ماكو. لا يجيك للشارع وتجلس سياره وتروح وياه وتتبشر بيت واسد بعد انت وحظك. حاليا الوضع شنو اللي شفته؟ لا اكو تغيير، اكو تغيير كل شوي. اليوم يعني شوف ما شاء الله، شوف الباحثين ايش قد، القنوات الاعلاميه ايش قد،
وهاي مبادره جيده. وضعك حالتك انت شنو؟ والله وضعي حيل تعبان، انا قاعد بالحواش مو ايجار، وهذا راتب الرعايه انا مقدم عليه من 2019 لحد الان ماكو جابه. لحد ذاك اليوم قدمت على الانترنت هسه بالجديد. ما مشمول باي راتب اي شيء؟ ابدا ابدا، لا لا ما مشمول باي راتب. وبارك الله ان شاء الله بابشر يا الفقير يتغير الحال ان شاء الله. ان شاء الله ليش؟ وهذا راتب الرعايه يفيد، يفيد للي قاعد بالايجار، يفيد بالايجار اللي عنده مبلغ. بعض يشوفه بسيط يقول لك هو مبلغه بسيط، بس هو ممكن يغير. لا تاثيره يعني مثل ما يقول كبير التاثير ماله. ليش؟ يفيد يعني، يفيد للايجار، يفيد لغيره، يفيد لو واحد عنده مريض لا سمح الله، يفيد بهواي امور. هناك استماره معده بين وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، اي الانسان مواطن يكون خط الفقر اللي دخله 105 دون 105 راح يكون شمله ضمن المعايير اللي معده على استماره الاحساس بين وزاره العمل والشؤون وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه وزاره التخطيط. وتتحلى نتائج المواطن ومن ثم ينشمل بالاعانه الاجتماعيه. بالاستماره اذا تلاحظون ترافقون الباحثين او تطلعون على الاستماره فيها بحث وسؤال عن الحاله الاجتماعيه والمستوى التعليمي والحاله الاقتصاديه ومستوى الخدمات. هذا المسح سيكون مسحا شاملا سنقدمه الى وزاره التخطيط وباقي الوزارات الخدميه لغرض التوجه سريعا الى هذه المناطق. كل منطقه التي نبحث فيها مستحقيها نبحث وضعها الخدمي وننقله، انا انقله مباشره ايضا والاستماره ننقله الى مجلس الوزراء والى الوزارات والدوائر المعنيه لمعالجته. شنو الوضع اليوم؟ الباحث الاجتماعي جاك شافوا حالتك تابعوا موضوعك؟ والله تابعت الموضوع والف مع والدي كم استاذ علي حلو، انا اشكره جزيل شكرا. انا حالتي تعبانه يعني انا من ذاك يوم وهذا يوم مواليد 91 او اي شيء ما عاد يعني اي معاناه ما عاد وتعبان يعني انا تحت خط الفقر. ما مقدم سابقا؟ ابد ما امشي وما بس اعتف حاشي. أيوة. بس هسه ان شاء الله لقيت الاخوه الازاز ان شاء الله يتفائلون بخير. شنو الاجراء اللي سويها؟ والله استلموا معاملتي وكملوا اجراءاتي وان شاء الله قالوا اكو يعني ان شاء الله اكو خير ان شاء الله. ايش قد نسبه العوض؟ والله 90% على مو شيء احكي نقص 10. احنا واحد من الاخوه الباحثين الموجود. السلام عليكم. السلام عليكم حبيبي. الله يرحمه والديك. حالة الأخ أنه طلبنا يم معالي السيد الوزير همش على الطلب إله همش موافقة أنه استحصال موافقة جاء البحث الميداني إله، وإن شاء الله هسه الباحث راح يخابره. هسه الباحث راح يخابره، أعطيت رقم تليفونه فهسه قلت للأخ قلت له أخذ روح البيت حجون وراك مباشرة. هسه رقم تليفونك شغال إن شاء الله إن شاء الله شغال. أقول لك الباحثة المعنية بهذا الأمر راح تطلع هسه. هذا الموضوع مباشر طبعا، مباشرة طبعا بمخصصات ذوي الإعاقة الاجتماعية من خلال حملة أبشر يا الفقير. حاليا الخط وياي الأخت المعنية. السلام عليكم. فتحنا السماعة خارج ولا زحمة. السلام عليكم أم عباس. يعني أم عباس المواطن اللي دزيت اسمه هسه ورقم تليفونه المعاق اذكر اللي احنا على شاشة اللي على ضوء هامر السيد الوزير هسه فورا ترحيله. ام عباس يلا هو النقطه القريبه عليك وين؟ مدرسه الرياحين بالدوانم مدرسه الرياحين. وتوثق حالته فوتوغرافيا توثق حالته يلا قدامك الباحثه متواجده. يلا قدامك الباحثه متواجده ان شاء الله من راح توصل البيت مباشره راح تلقى الباحثه موجوده ان شاء الله. رقماتنا له موجوده رقم هاتفه. هذه المعامله وهذه الطريقه في التعامل ان شاء الله شملت كل الاخوه من ذوي الاعاقه. جميع الاخوان معززين ومكرمين ومشمولين هذا التعامل الحسن وتوجيهات واضحه وصريحه من معالي السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعيه المحترم انه يكون التعامل تعامل انساني. هذا المعروف عنكم بالتاكيد وانتم حلقه الوصل بين المواطن الفقير وبين الوزاره. الحمد والشكر لله انه نحن جالسين على خدمتهم.
وان شاء الله ما نقصر ايام جميعا. وكل حملاتكم مستمره. صدر توجيهات دوله السيد رئيس الوزراء المحترم محمد الشيخ عسدان وسيد وزير العمل والشؤون الاجتماعيه انه يكون البدء مباشره بالاسر العشره فقره اللي هي الاقضيه والنواحي. يعني اليوم امس كنا احنا في قضاء في منطقه بوب الشام في مجمع محمد باقر الصدر، كانت عوائج شديده فقر اذن نفس الحاله نفس الحمله. واليوم بمنطقه النهروان اللي هي منطقه منكوبه بمعنى الكلمه، فتوجهنا عليه مباشره ان شاء الله لغرض استحصان نكمل شمولهم وفق القانون 14 وان شاء الله. ويوم غدا ان شاء الله ان غير وجبات في منطقه في قضاء الكرخ ان شاء الله، وبعدها يتوجه الوزير للمحافظات. بدينا التخطيط كان انه المنطقه شد فقره الاقضيه والنواحي، نقول المناطق اللي منسيه بس ان شاء الله احنا ما ننساهم، احنا موجودين ان شاء الله. جهود مباركه ان شاء الله. واكيد احنا نتشرف انه لهذه الاستجابه تمت من خلال قناه الايام الفضائيه. إن شاء إذن مثل ما تابعنا أبشر يا الفقير مستمرة، والأخوة الباحثين مستمرين بأعمال الكشف الميداني للعوائل الفقيرة والمتعففة في مختلف المناطق. الانطلاقة كانت من المناطق الأشد فقرا في منطقة الحسينية، منطقة النهروان وغيرها من المناطق. هذه العوائل الموجودة في منطقة النهروان أغلبها بحاجة إلى هذه المخصصات اللي ممكن تطلق عن طريق الرعاية الاجتماعية. كذلك مثل ما ذكر أهل المنطقة تحتاج إلى شوارع وبنى تحتية وغيرها من التفاصيل المهمة لهم. حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضل انتهت. في أمان الله.